شو وقت بديت تشجع فرنسا وشنو الموقف؟ لا شوف، هو مو تشجيع فرنسا مو فشي قديم او تراكمات تشجيعيه، او انا اشوف كاس العالم هي فرصه للاستمتاع بالمباريات الموجوده، فانه يكفي التعصب اللي احنا عايشين به بالدوريات، يكفي التعصب بالدوريات المحليه، نفرغ بكاس العالم، كاس العالم خلينا نستمتع بها. صراحه انا شفت مجموعه فرنسا، مجموعه اللاعبين من دوري الامم الاوروبيه والبطوله اللي قبلها 2018، اللي يقول لك الطوبه تونس عندهم، طوبتهم حلوه، مجموعه شبابيه، عندهم عنصر عنصرين خبره، فد مزيج حلو، اكو فد استقرار، راحت يعني عاطفتي، ماكو هذا كاي محب لكره القدم، راحت عاطفتي ويا فرنسا. شفت يعني من اول مره، يمكن من النوادر انه بطل يتاهل بشكل مبكر من دور المجموعات، هذا عطفا على الاداء مالتهم، عطفا على العناصر، رغم انهم دخلوا البطوله وعندهم غيابات كلش مؤثره اللي هكينا بها قبل شوي، بنزيما وكانتي وبوجبا. اما انت اذا تجيني على شلون نقول العاطفه وين تاخذني، احنا كاي مشجع لريال مدريد راح تاخذ العاطفه لشخصين، هم لو كريم بنزيما لو كريستيانو رونالدو. طبعا زين، بس قلت لك اني اشوف مجموعه فرنسا، اللاعبين اللي يلعبون فرنسا، فرنسا بالوضع الحالي يمكن هو المرشح الاكثر سخونه للكاس العالم. بالمناسبه وفقا للي ذكرتهم، اللاعبين اللي كانوا مصابين وما اشتركوا مع فرنسا لو غير منتخب كانت تاثر بشكل كبير. طبعا ما هو احنا هذا وجود فرنسا اكل بديل، وجود العناصر الشبابيه، الزاد البشري، الخزين اللي موجود على الدكه، الاستقرار اللي عندهم دي شام، صار يعني كذا سنه على قياده بدلاء. شنو يومكم لواء فرنسا؟ ويخوكم صدق فريقكم، صدق فريقكم، ماكو مدرب مع المنتخبات من النوادر ان يصل لهذه المرحله، هو ومدرب منتخب البرازيل. برازيل ايضا، بس ما يعني كذلك ديدي، يعني حتى ستيل مع تيتي ديدي ديشام هو اقدم طبعا، اعتقد هو هم الاقدم من المنتخبات اللي موجوده طبعا. زين دكتور، شو وقت بديت تشجع البرازيل؟ ومن حقك طبعا يعني البرازيل يعني طبعا قبل كل شيء انا لابس سكراب بالعمليات مخالف لاصدقائي هذا الزي على طار الزي هذا يعني كل واحد يفتخر به صحيح؟ الله يسلمك طبعا، وانتم المهنه اللي اي انسان يتشرف ويفتخر ان يستضيفكم، لانه يسموكم انتم بعد اعرف به. الله يسلمك، الله يحفظك، تفضل. والله المنتخب البرازيلي يعني قبل كل شيء، والله المنتخب يعني كاس العالم ما يحلى اذا البرازيل ما موجوده، يعني كل نسخه من النسخ.